أيها الأحبة، لا يزال علي معنا، لا تزال دروسه، لا تزال أفكاره، لا تزال سيرته، لا يزال قربه من ربه. لذلك نحن لا نملك إلا أن نحب عليا، لأن عليا عليه السلام هو فوق الحب، ولا نملك إلا أن ننحني لعصمته، لأن عليا عليه السلام في أعلى درجات العصمة، لأنه عصم نفسه وعصم فكره وعصم كل حياته، فكان الإنسان الذي كانت كل حياته لله سبحانه وتعالى فكرا وجهادا وطاعة. وإني أتألم بكل حزن أن الكثير من الناس من المشايخ وغير المشايخ ينسبون إلي بكل حقدهم أنني أقول إن عليا ليس معصوما، وهل هناك عاقل، وهل هناك إنسان يحترم فكره، وهل هناك إنسان يفهم عليا يمكن أن يقول بعصمة علي؟ لقد قلتها مرارا أن عليا عليه السلام لو كان فوق العصمة شيء فهو فوق العصمة.